للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف السيد عبد الصمد اليزيدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في جمهورية ألمانيا الاتحادية. أرحب بك في نشرة الأخبار، وأبدأ بالأهمية التي يمثلها إعلان مملكة البحرين كوثيقة تدعو إلى نشر مبادئ الحوار والتعايش السلمي بين كافة الأديان. شكرا جزيلا أستاذة الكريمة، وشكرا على هذه الاستضافة. طبعا هذه الوثيقة تعتبر وثيقة تاريخية بجميع المقاييس، ومضامينها مضامين تدعو للسلم والسلام والتعايش. ونحن في المرحلة التي تمر بها الإنسانية جمعاء في أمس الحاجة لمثل هذه القيم التي رسختها هذه الوثيقة، التي هي ترجمة لرؤية لصاحب الجلالة المعظم ملك البحرين في هذا السياق. ونحن قمنا بترجمتها إلى اللغة الألمانية، فنحن في الدرجة الأولى نستفيد من هذه الرؤية الرائدة في تصحيح صورة الإسلام في المجتمع الألماني الذي نحن نعتبر مواطنين فيه، وكذلك نريد من خلال هذه الترجمة أن تعم هذه الفائدة وأن يعم هذا الخير عند الأطراف مختلفة من أتباع أديان مختلفة، زملائنا وأصدقائنا وجيراننا في المجتمع الألماني. وفي هذا السياق لذلك يجب أن نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ راشد الهاجري رئيس الأوقاف السنية لمملكة البحرين، الذي لصق لنا هذا اللقاء برئيس مجلس الشؤون الإسلامية، والذي رتب لنا مجموعة من اللقاءات في محافل عديدة وفي مناسبات كثيرة نظهر فيها أولا هذا النموذج البحريني المتميز للسماحة والتعايش، حيث يعيش في البحرين أناس من مشارب مختلفة ومن عقائد مختلفة تحت ريادة ملكية كريمة في سلم وسلام. هذا ما نحتاجه في القارة الأوروبية التي أصبح تظهر فيها ظواهر الكراهية وظواهر عداء مجتمعات دينية مختلفة. نعم. هذه الرسالة، رسالة البحرين، هي من أجل تحصين المجتمع من هذه الأمور السلبية التي ذكرتها. نعم السيد اليزيدي، كيف يتم تطبيق ما جاء في هذه الوثيقة من مبادئ وفكر نير وفلسفة ضمن مجتمعكم، خاصة بعد ترجمتها إلى اللغة الألمانية؟ نحن اجتمعنا اليوم كذلك مع السيد رئيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، واتفقنا على يجب أنه إضافة إلى الترجمة الحرفية لمضامين هذه الوثيقة التاريخية، يجب أن تكون هناك ترجمة على الواقع، في الواقع، في إطار برامج تعليمية، في إطار برامج حوارية، في إطار الاستفادة من هذه الوثائق في مجالس الحوار الأديان المختلفة التي نشتغل فيها داخل ألمانيا وعلى المستوى الأوروبي. وستكون لنا إن شاء الله تعالى بدعم من كلا السفيرين، سعادة سفير البحرين في برلين الأستاذ عبد اللطيف عبد الله، وكذلك سفير ألمانيا هنا في البحرين الأستاذ كليمان صار. نعم. سيكون هناك تعاون من أجل أن تكون لنا فعاليات في ألمانيا تظهر هذه الرسالة التي تنطلق من البحرين، ولكنها رسالة عالمية لجميع الشرفاء ولجميع الحكماء ولجميع من يريد الخير في العالم. نعم السيد عبد الصمد اليزيدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في جمهورية ألمانيا الاتحادية، كل الشكر لك.